أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة. أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، في ظل هذه الأوضاع الراهنة، وفي ظل هذه التقلبات الرهيبة، في ظل هذه الفتن والمحن والبلايا والرزايا المتتابعة والمتلاشطة التي حالها أيها الإخوة الأكارم كحال سحاب كمنعطف التي ظلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام، في ظل ما يجري ويحدث ويدور ونسمع ونشاهد من أمور يندى الجبين لها وتقشعر الأبدان عند سماعها، بل إن العقل ليكاد ينكرها لبشاعتها، في ظل ما تمر به بلادنا خاصة وتمر به أمتنا عامة، يجب علينا أيها الإخوة الأكارم أن نقوي صلتنا بالله وأن نقوي رباطنا بالحي القيوم سبحانه جل في علاه، كلما اشتدت الفتن وكلما اشتدت البلايا وكلما اشتدت الرزايا، ينبغي علينا أيها الإخوة الأكارم أن نقوي رباطنا بالحي القيوم سبحانه جل في عليائه. وهذه الفتن إنما جاءت أيها الإخوة الأكارم لتبتلي العباد، وهذه النحرة إنما جاءت من أجل أن نعود إلى الله وأن نرجع إلى المولى سبحانه جل في علاه. والله عز وجل قد قال في كتابه الكريم: وما أرسلنا ولقد أرسلنا في أمم من قبلكم لأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم دعوة الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. كانت الفتن والمحن والبلايا تتتابع وتتلاحق على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيفزع إلى الله ويقبل على الله وينطرح بين يدي الله سبحانه جل في عليائه. تأتيها الهموم والهموم والأحزان والكروب والفتن، فيقول: ألحنا بالصلاة يا بلال. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الدعاء أن يثبتنا الله عز وجل حتى نلقاه، لأننا في زمن أصبح الثبات فيه عزيزا وقل الثابتون. ولذلك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه في سجوده بقوله: يا مقلب القلوب صرف قلبي على دينك، يا مقلب القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. قال أنس راوي حديثه: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به واتبعناك، فهل تخاف علينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف ما شاء أو يصرفها كيف ما شاء، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. وقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت كريانا، ومثل قلب ابن آدم كمثل ريشة في أصل شجرة تقلبها الريح وفرا من بطن ومصداق للانحراف أو من أهل التكسير والزيت وما شابه ذلك، فإذا به يعود إلى الله ويرجع إلى المولى سبحانه جل في عليائه، ويثبت أمام الفتن كثبات الجبال الراسلات. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حيث قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي رواية: فيما يبدو للناس، والعكس أيها الإخوة الأكارم صحيح. قال الإمام البقوي رحمه الله تعالى: قال: الأقدار قالبة والعاقبة قائبة، فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال، ولذلك شرع الدعاء بالثبات على الحق بالثبات على الدين وحسن الخاتمة. فأكثروا من الدعاء أيها الإخوة الأكارم.
الأكارم بالثبات على الحق. ولذلك رأينا أيها الإخوة الأكارم وشاهدنا في ظل هذه الحرب مع هذه الميليشيات الحوثية الرافضية، رأينا أيها الإخوة الأكارم من ماذا زوال للأقدام وتصريف للقلوب لدى كثير من الناس، وكيف ألهم الله عز وجل فئة فثبتوا على الحق وسطروا ملامح العزة والفخار. الأمر الأول أن نتمسك بديننا وعقيدتنا وأن نحافظ على ذلك وأن نضحي في سبيل ذلك الغالي والنفيس والرخيص. ثانيها أن نجمع كلمتنا وأن نرأب صدعنا وأن نوحد صفنا وأن نتآلف بيننا. أيها الكرام، بجمع كلمتنا تقوى كلمتنا وتقوى شوكتنا ويشتد عضدنا ويحابنا عدونا. وبالفرقة والشتات والتناحر أيها الإخوة، ماذا يحصل أيها الإخوة الأكارم؟ الضعف ويحصل الخار، ويحصل أيها الإخوة الأكارم ذهاب القوة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتبخلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فاجمعوا كلمتكم عباد الله، وارعبوا صدعكم عباد الله، ووحدوا صفكم، ولموا شعثكم، وتناسوا خلافاتكم، وتسالوا على جراحاتكم. فإنه والله أيها الإخوة، إذا اجتمعت الكلمة يا كرام لا مكان أيها الإخوة الأكارم. وإذا اجتمعت كلمتنا ورأبنا صدعنا ووحدنا صفنا، لا مكان للخونة والمنافقين بيننا، لا مكان لتجار الحراب، لا مكان لأصحاب المطامع الشخصية والفردية، لا مكان للاعتقالات الكفية، لا مكان للاغتيالات المنهجة. فاجمعوا كلمتكم، مرأبوا صدعكم، ووحدوا صفكم. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تتفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله عز وجل عليكم. عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار. عليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال عبد الله بن مسعود: إن الذي تكرهون في جماعة أحب إلي من الذي تحبونه في الفرقة. وقال عبد الله بن مسعود: لئن أقلم ملحا في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذة وهلوع من الفاكهة في الفرقة. وقال عبد الله بن الشخير: أنا أحوج الناس إلى الجماعة من عجوز الأرملة، لأنني إذا كنت في الجماعة عرفت وجهتي وقبلتي، وإذا كنت في الفرقة التبس علي أمري. وأنتم تعلمون جميعا أن كدر الجماعة خير من صف الفرقة، أن كدر الجماعة خير من صف الفرقة، وأن الاجتماع ولو مع وجود بعض السلبيات خير من الفرقة ولو مع وجود بعض الإيجابيات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، طهروا قلوبكم، نقوا سرائركم تجاه بعضكم. إذا ما كنت لي عيدا فما أصنع بالعيد، جرى حبك في قلبي كجري الماء في العود. طهر قلبك ونق سرائرك، لأن القلوب إذا صفت ونقت وطهرت والتقت فإن الأجساد أيها الإخوة الأكارم تلتقي. فإذا ما طهرنا قلوبنا أيها الإخوة، حينها تصبح قلوبنا عذبا زلالا فراتا، نخرج منها حيات الحقد وعقارب الحسد وأفاعي الضغينة، ولنقتدي بمنهج الله تعالى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. وفي حديث أسماء بنت يزيد أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة:
القيامة على رؤوس الأشهاد. فيقول الله عز وجل: أين الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس؟ قال: فيقومون يتخطون الرقاب. فيقول الله عز وجل لهم: ادخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ادفع بالتي هي أحسن. قال أحدهم: لا تجعل في قلبك ماذا فرما لأخيك فتحترق به أنت. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله أمرني أن أصل من قطعني، وأن أعفو عن من ظلمني، وأن أعطي من حرمني. وحينما أتحدث أيها الإخوة الأكارم عن العفو أيها الكرام، فإن العفو ممدوح إذا قلنا أيها الإخوة الأكارم بالإصلاح، وإذا كان غير ذلك فإن الانتصار أفضل، كما قال الله سبحانه جل في عليائه: والذين إذا أصابهم البطل هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى، قال: فإذا كان الباقي فاجرا وكان مؤذيا للجمهور ومؤذيا للصغير والكبير، كما هو حال هذه الميليشيات الحوثية الرافضية التي أهلكت الحرب والنسل، فإن الانتصار في حقه أفضل. أما من لم يستطع أيها الإخوة الأكارم أن ينتصر على عدوه وغلب عليه أمره أيها الكرام، فليقتدي بنبي الله نوح، وليدعو المولى سبحانه جل في عليائه. حينما قلبه نبي الله نوح قومه، ماذا قال أيها الإخوة الأكارم؟ قال: ربي إني مغلوب فانتصر. قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، حملناه على ذات ألواح ودسر. إلى آخر الآيات. عليه أن يرفع كف الضراعة إلى الله سبحانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، بل يقول الله لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. بل إن دعوة المظلوم ترفع إلى السماء كالشرارة. خلاص يعني عادي احنا خلاص.